إذا بحثت المرأة عن تميمة للأناقة والأنوثة في إطلالة السهرة فلن تجد أروع من قلائد الأحجار الكريمة الفاخرة المتألقة بتصميمات تحبس الأنفاس وتلفت الأنظار لتنبض بالطرف والتميز. من علامة بلغاري نختار قلادة من مجموعة سينما جيا تتعلق بالفتنة من وحي عالم السينما ونجومه بفخامة الذهب الأبيض والألماس مع أحجار الياقوت الأحمر. قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة.